عن أكوا فنتشر، وننتقل إلى موضوع آخر، موضوع جراحة العين. جراحة العين التجميلية تعتمد على عدد كبير من التقنيات والعلاجات التي يتم تطبيقها لأغراض ترميمية تجميلية أو علاجية، كما أن بعضها تهدف لتحسين جمالية العينين، وبالطبع يجرى ذلك من خلال أو في حال كان المريض يشعر بالحاجة لإجراء تصحيح أو تعديل ما يشعره بحال أفضل. وتشتمل العلاجات على تقليل أو تقليل الدهون الزائدة المتراكمة في الجفون، وإزالة الهالات السوداء تحت العين والتجاعيد في محيطهما، وتصحيح الجزء العلوي من الوجه. وطبعا للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور أسامة عبد الحكيم، استشاري طب وجراحة العيون ورئيس وحدة عيون الأطفال وتجميل العيون في مستشفى مغربي للعيون. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، زي حضرتك. أهلا وسهلا. الموضوع صراحة أنا متأكدة أنه سيأخذ حيز كبير في هذه الحلقة ومتابعة كبيرة. بداية دكتور، نتكلم عن العيوب التي يمكن تصحيحها جراحيا والتي تظهر على العيون سواء للرجال أو للسيدات. طبعا هو يعني انا بس بحب اقول مقدمه، كنت حاجه انا شايف في الحلقه حاجه بتتكلمي على الفيديو شات والناس عامله فيديو جديد وبنتكلم على البودي لانجويج والايماءات وكده. فاحنا في مستشفى المغربي بالذات يعني العين جزء من اهم الاشياء اللي هي في البودي لانجويج، من اهم الحاجات في الفيديو شات. فمن هنا وجود العين والشكل الجمالي بتاعها جزء مهم جدا من ان احنا يبان شكلنا في تعاملنا مع الناس يبقى اقوى واحسن يعني. فالحاجات اللي احنا بنتكلم عنها بتاثر مش على شكل، انا ما بقولش تجميل، هي مش اثر على جمال، على ابراز الجمال او الواحد، او بتضعف قدرته على التعامل مع الناس الاخرين وابراز موهبته في الاداء يعني. فمن الحاجات المهمه جدا ارتخاء الجفون، يعني الجفون الحواجب، اسف، الحواجب لما بتكون نازله لتحت كده مترهله في عندنا ارتخاء في الحواجب، يعني بنسميه توزز اوف ذا اي براو. فارتخاء الحواجب ده من الحاجات اللي هي بتبين الشخص شكله زي كونه مكشر شويه او يعني، فما بيبقاش حاجه مقبوله. تاني حاجه بيبقى الانتفاخات اللي حوالين الجفون، الدهنيات الكتيره والترهل اللي في الجلد بتاع الجفن من الحاجات المهمه جدا. والجفون التحتانيه نفس الحكايه برضو، بيبقى فيه زياده في الترهل في الجلد والانتفاخات. فاحنا اذا عندنا ترهل في الحواجب، عندنا ارتخاء في الجفن نفسه، يعني الجفن الحواجب نازله او الجفن نازل، او انتفاخات حوالين الجفون الفوقانيه او انتفاخات حوالين الجفون التحتانيه اللي هي دهنيات زي ما حضرتك اتفضلتي وقلتي يعني. وهي دي كلها حاجات دي في مضمونها بتضعف شكل العين يعني. طب شو اسبابها دكتور؟ معظمها مفيش اسباب واضحه، لكن يعني هنقول 60% او 70% منها ايجنج تشينجز، يعني حاجات تيجي مع السن، مع السن، ومع ضعف في الانسجه وفي الاربطه اللي هي ماسكه الحواجب، اللي ماسكه الجفون، واللي حايشه الدهنيات، اللي الدهنيات دي موجوده حايشاها وحبسها ورا، فبتضعف فبتبتدي تطلع الدهنيات لبره. الوراثه لها دور ايضا دكتور؟ الى حد ما في السواد اللي حوالين العين، حوالين السواد العين، لكن ارتخاءات الجفون الحاجات دي معظمها بتبقى ضعف في الانسجه. نعم. طيب دكتور، الطب التجميلي للعيون تقدم كثيرا واصبح هناك حلول جداً. يعني حتى فقط في العياده الكلينيكيه يعني جداً طبعاً. ممكن طبعاً الشخص جداً ان طبعاً. يظهر يعني باجمل صوره. طبعا يعني احنا زمان كان عندنا مثلا من حوالي الحاجات اللي ظهرت هي البوتوكس، يعني الكسرات اللي هي بتبقى موجوده هنا، او الكسره اللي هنا اللي بيسموها 111، او الكسرات اللي من بره، او كل او كسرات حتى اللي تحت، كان الحاجات دي ما بنعرفش نعمل لها حاجه. دلوقتي بنحقن بوتوكس بس فيها قبل ما حتى يظهر الليزر، بتختفي، بيبقى الشكل الجمالي مبهر يعني. الى جانب انك بتعمل صداع يعني وجود التانيات دي هي انقباض في العضلات، فانت لما بتريحها بتريح الجفن جدا. معظم التقنيات بتاعتنا بقت قايمه، الجراحه الى حد كبير بقت اسهل، التخدير بقى اسهل، بقت مش هنقول وان دي يعني، يمكن ساعتين دي كسرجي يعني، ساعتين ويروح المريض يعني. نعم. مع تطور الالات والكلام ده، ويمكن ده ما بيبقاش ظاهر للمريض، لكن اللي بقى المبدع بالنسبه لنا ان احنا بنقدر ندخل حاجات جوه في اوضه العمليات زي الليزر دلوقتي، زي الفيلر، زي الحاجات دي يعني. واحنا في اوضه العمليات بعد ما بنخلص كانت بتقابلنا مشكله ان احنا بعد ما بنشد الدهنيات ونشيل الجلد الزايد بيبقى في كسرات وتجاعديات، ساعات يبقى في نقط سوداء وحاجات زي كده، الحاجات دي ما بعرفش نخلص منها بالجراحه، بقى بالليزر ممكن نشيلها. فبالتالي المريض بيخرج من عندي فعلا عدنا له الشباب والحيويه وعدنا له التجديد. طبعا. طيب دكتور اسامه، هل تستدعي بعض الحالات القيام باكثر من علاج؟ طبعا كتير. معظم الحالات فعلا بتبقى محتاجه اكتر من تدخل يعني. يعني ساعات نبقى محتاجين نعمل ليزر وفيلرز برضه، يعني بنشد الجلد وبنسمتج الجفون سقط لتحت ومبين الوهن، يبقى شخص باين عليه الضعف والكلام ده كله. يعني في وان سيشن او في جلسه واحده؟ في جلسه واحده. بنحقن وقتها الفيلرز فبيختلف شكله خالص. ساعات نعمل زي ما قلنا جراحه وليزر في نفس الوقت. نعم. طيب شتل الجفون على ما أعتقد هو من أكثر المشكلات يعني الموجودة والتي يعاني منها الكثيرين كما ذكرنا، الرجال والنساء. طيب ما هو الحل لذلك ترهل الجفون؟
تراخي الجفون بيبقى حاجتين بنعملهم في نفس الوقت. نعم. اول حاجه اللي هي الجراحه، ان احنا بنشيل الجلد الزايد لو في جلد زايد، وبنشيل الدهنيات اللي هي ورا منه، وبنقفل المكان بتاعنا وبنعمله بشكل تجميلي ما بيبقاش باين من ثاني يوم ونرى امامنا. يعني قبل وبعد مثلا لو شفنا هنا مستحيل الفرق، يعني ده اللي بيحصل بالظبط. يعني احنا هتلاقي الجلد هنا زايد، احنا شلنا ده هنا، شلت الجلد من فوق بالجراحه يعني. وفي نفس الوقت عملنا في كسرات وفي تجاعدات اللي هي اثار السن اللي موجوده. دي بتخش عليها بالليزر في نفس الجلسه في نفس الوقت. الجراحه بالبنج الموضعي، والليزر بيبقى بتخش معاك اوضه العمليات وبتعمل ليزر لها، فبتغير الشكل خالص وبترجعه شخص مختلف. يعني حتى لو بنتكلم مستحيل، يعني كان في فرق 20 سنه انت ما تعرفوش، انت ما تعرفوش، كانه شخص اخر انت ما تعرفوش. طب نرى ايضا هنا كم ايضا حاله ترهل الجفن اللي اتكلمت عليه هنا، ترهل الخفيف. فاللي احنا عملناه ان احنا عملنا ليزر فوق رفع الجفن شويه. يعني مجرد ما بيرفع الحاجب بس، يعني في هذه الحاله لا يوجد جراحه، لا ما فيش جراحه، فقط ليزر، ليزر بس فوق الحاجب. حلو. رفع الحاجب ملي، اختلف الشكل معاه. نعم. هنا هو برضه نفس الحكايه، رفعنا عملنا ليزر للمنطقه اللي تحت اهي. أيوة. فاختلف الجلد بقى، اللمعه اللي في الجلد دي مهمه جدا، دي ما كناش بنقدر نجيبها قبل الليزر. لمعه الجلد دي هي دي اللي موجوده في الشباب، هي الموجوده في السن الصغير. صحيح. ده اللي بيفرق كبير قوي، يعني تعطي رونق وتعطي بريق. هو ده اهم حاجه في ابراز الجمال. نعم. نفس الحكايه هنا، هتلاقي حضرتك دايما بنركز على اللمعه، اللمعه هي سر جمال البشره. يعني او هو ده الهدف اخر حاجه، لو حسيت اخر حاجه عايز اوصلها ايه، ان يبقى عندي لمعه في الجلد. بالنسبه لهذه الحاله دكتور، هنا هو برضه احنا كله كان ليزر، ما تخلناش خالص بجراحه، دي كانت كلها ليزر حوالين العين والمنطقه التحتانيه، وشلنا خالص هتلاقي مثلا كان في شويه انتفاخات تحت في الناحيه الشمال ده، اي او في الناحيه اليمين دي ممكن تدخل فيها جراحه بعد كده. بس ساعات بنحاول بالليزر ان احنا نعمل نشد الجلد والدهنيات دي تخش لجوه، لو دهنيات بسيطه لو مش كتير، عشان نتجنب الجراحه. دكتور اسامه، كيف يعمل هذا الليزر على الجفون؟ هو كل شغل الليزر كله بمجمله بيقوم على التسخين، على الحرارة، يعني بأنواع المختلفة أو الأضواء بتعتمد على الحرارة. احنا الجلد طبقتين، طبقة سطحية وطبقة سفلية. نعم. الطبقة التحتانية دي هي اللي بتعمل الكسرات دي اللي فيها الكولاجين، فالليزر بيخش عليها يسخنها، لما تتسخن تتشد زي اي زي تدفى الكولاجين ده يتشد، ما يقعدش مكسر كده، لا يبقى مشدود، يقوم يشد طبقه الجلد. نعم. ده جزء من الجزء الاساسي اللي هو شد البشره. نعم. لكن هو بيضيف حاجات تانية، يمكن في بعض الصور تانية. أه. ان لو في عندي حاجات نقط سوداء ولا حاجه ممكن بقدر اعملها مسح، بعملها سيرف، نقط سوداء، الرينكلز، الحروق بتاعت الشمس نتيجه. أه. الشمس والكلام ده كله، الحفر، كل الحاجات دي كلها بنقدر نشيلها بالليزر وبيمسحها خالص. فانت بالتالي بتقدر تشد الجلد وتعمل صنفره للجلد، فانت بتعمل حاجتين اروع من بعض. يعني طب ان انت رجعت للجلد حيويته وجماله، وشلت التغيرات الشمس بالذات من الحاجات المضره او تغيرات السنين اللي حصلت. يعني دكتور اسامه، لدي عده اسئله فيما يخص الليزر. اولا، متى تظهر نتيجه الليزر؟ وثانيا، كم تستمر هذه النتيجه؟ وهل تحتاجون لعمل بعض الرتوشات في بعض الاحيان؟ اول حاجه بالنسبه للسؤال الاولاني، هو متى تظهر نتيجه الليزر؟ ده سؤال مهم جدا، لان ده بيبقى حسب المريض ايه المشكله اللي عنده وانا دخلت ازاي. يعني في بعض المرضى ساعات يبقى التدخل بتاعي بسيط، فبالتالي ما بيحسش بفرق كبير، لكن لما بيكون عنده مشكله كبيره بيحس بفرق كبير جدا من الاسبوع الاولاني، من الاسبوع الاولاني. لكن دايما بنقول للمريض انك بتحتاج من جلستين لثلاث جلسات. أه. بين الجلسه والجلسه حوالي شهر وشهر ونص، وبالتالي بتبقى النتيجه النهائيه مثلا قدامنا حوالي ثلاث شهور، على ما يعني مش من ثاني يوم، لان احنا بنبقى خايفين نحرق الجلد الخارجي، فبالتالي لازم نبقى حنينين شويه على الجلد عشان ما نبوظش الدهن. فاحنا من اول اسبوع المريض بيشعر بفرق، بيشعر بفرق، بس ما بيكونش وصل للشكل النهائي اللي هو بيأمله يعني. لكن الشكل النهائي دايما بناخده من جلستين لثلاث جلسات، يعني بعد شهرين ثلاثة. بالنسبة بيقعد معنا قد إيه؟ في حاجتين هنا. لو أنا داخل أشيل النقط السوداء وأشيل الحفر والكلام ده، فده هيختفي، مش هيرجع تاني. لكن الرينكلز واللمعة اللي احنا بنتكلم عليها دي أثار شيخوخة، دي مش مش دي أثار شيخوخة أو أثار كبر سن، مش عايزين شيخوخة، كبر سن. فدي ممكن ترجع تاني في خلال سنتين أو سنة ونص. عشان كده احنا بعد ما بنخلص السيشنز الأولانية، الجلسات الأولانية، بيبقى المريض مطلوب منه إن هو يجي كل ست أشهر، لأن السن شغال، يعني السن مش هيتوقف، راح نقدر يكبر. يعمل رتوشات، يعمل بس تجديد، بنسمى تجديد للبشرة، بنديلها محافظة عليها. أنا مش عايز أقول لحضرتك هم كانوا عملوا دراسه جديده وجابوا ناس عمرهم 30 سنه يمكن ما ظهرش عليهم اثار الشيخوخه. وانا اعتقد ان المستقبل هيبقى كده، لسه ما ظهرش عليهم حاجه خالص، وابتدوا الفكره من مستحضرات التجميل استخدامها في السن الصغير، انها لما تكبر تلاقي بشرتك حيويه. صحيح. فاحنا نفس الحكايه دلوقتي، بدل ما تقعد تحط مستحضرات، هنوصل في مرحله ان انت هتروح تعمل تسخين سواء بالليزر او بالاضاءه. وانت عمرك 30 سنه، لما توصل ل 60، يعني هم عملوا دراسات، عملوا 30 سنه 10 سنين، فلقوا المريض ده لما كان سنه 40، لما وصل 50 لقوا شكله يمكن اقل من ال 40، لان دنه البشره مشدوده، دنه البشره محافظ عليها، زي كله بيستخدم مستحضرات تجميل كل يوم، بس بدل ما بيروح كل يوم يحط مستحضرات تجميل، بقى بيعمل جلسه كل 6 اشهر وجلسه خفيفه خالص، بس بتحافظ على البشره وترجع لها حيويتها ونضارتها. طيب اعتقد المستقبل لكده. نعم. دكتور اسامه، ما هي نصيحتك او لكل من يفكر في عمليه اجراء تجميل للعيون؟
والله طبعا يعني هي انا مش بعتبرها تجميل يعني انا بعتبرها اللي عنده مشكله في عينيه ده لازم يعني بيقول له عين عليها حارس ما ينفعش يكون الحارس ده خيبان يعني يعني يمكن هنختلف في الوش او في الحاجات الجماليه في الوش ممكن تشيل ترهلات لكن العين بالذات لازم الحارس ده يكون كويس لان وجود ضعف ترهل في الجلد او الانتفاخات او او ترهل في الحواجب اللي فوق ده بيأثر حتى على ادائه كرؤيه وبيأثر حتى على قدرته على العمل فاحنا لما بنشيل الحاجات دي هيا بنحافظ عليها جامد جدا بنرجع لها تاني حيويتها ونضارتها وقدرتها على التعامل بشكل جيد. طبعا نشكرك جزيل الشكر الدكتور اسامه عبد الحكيم استشاري طب وجراحه العيون ورئيس وحده عيون الاطفال وتجميل العيون في مستشفى مغربي العيون. شكرا على وجودك معنا. اذا مشاهدينا الكرام فقراتنا ما زالت مستمره معكم ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.